تحبوا نعمل صنف تاني ولا ما عندناش وقت؟ اعتقد ما عندناش وقت. ما عندنا، احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا، شاورمة الفراخ، لان دي على صفحة اطفال، ولكن مطالب فظيعة ان الاطفال بيحبوها، وهي نوع سهل، فممكن نعمله. جميل جميل، ما دام على الصفحة بتاعت اطفال ولكن يبقى لازم نعملها طبعا. ان شاء الله. بس هتدفعي كام؟ ولا اي حاجة، انا هاكلها. طيب نوريهم الشاورمة بتتعمل ازاي. تتبيلة الشاورمة قريبة من تتبيلة المارينيه بتاع المشويات، بس بنديها، ممكن نديها، نزود عليها زيت زيتون، وهنقطعها بالشكل اللي هنوريه للناس ده. ممكن لو اي حد عنده بانيه في البيت، كلنا عندنا بانيه في الثلاجه طبعا، يعني اغلب الناس بتحب البانيه. اكيد. لو انت عندك بانيه في الثلاجه، هتجيبي البانيه وهنقطعه بالشكل اللي هنوريه للناس ده. ده معانا البانيه اهو بالشكل ده، يبقى جاي عندنا في البيت متقطع كده، صح؟ ده شكل البانيه اللي احنا كلنا بنشتريه. بيبقى كده. لو انا عندي بانيه زي ده في البيت متقطع كده وعايز اعمله شاورما، هعمل ايه؟ تقطيعته سهله جدا، هنجيبه عكس كده وهنقطع كده، يعني بنرققه خالص وبنقطعه قطع صغيره. احنا بنشتري بانيه متقطع جاهز، احنا بس هنعمل كده. حلو قوي. ونتبله بالخل والزبادي. أيوة. والمستورده والطحينه. طب يا شيف، انا شايفه ان انت ما بتستخدمش البصل خالص، ايه الحاجات من الاصناف اللي قلناها البصل بيخش فيها؟ الكفته طبعا لازم تاخد بصل. البرجر المفروض ده ممكن ياخد بصل وممكن ما ياخدش، في ناس بتحب تحط بصل، في ناس بتحب البصل ازاي بقى بنصفي البصل؟ لو هنعمل كفته بنفرم البصل ونعصر الميه ونرمي التفل، لان التفل بتاع البصل ده لو هيتحط على الفحم او على النار هيمرر. اللي بيخليها تفك كمان لما نزود الميه شويه. حلو جدا، معلومه مهمه اهي، كنت هتنساها يا شيف. طبعا، انا اللي فكرتك. ربنا يخليكي، ميرسي ليكي. دي بقت معانا شاورما، هنتبلها زي ما قلنا بالشكل اللي احنا قلناه، وبتتعمل معانا في التيفال او على الجريل. شاورما من اسهل ما يكون. حطينا خل، خل، زبادي، زبادي، مسترده، طحينه، ملح وفلفل وبهارات. حلو جدا. وطبعا واحنا بنسوي بنحط كريهات بصل مع كريهات بقدونس. حلو قوي. وبقت شاورما بسيطه وسهله وهيلثي، برضو تقدروا تعملوها لاولادكم، خاصه ان المدارس دخلت. ودايما عماله اقول لكم كده، وعلى فكره الاصناف دي مش مكلفه، يعني ممكن ام تقول انا هودي ابني بالمدارس بالفول. لا خالص، كده كده الموضوع على فكره السندوتشات اللي بتتباع اغلى من كده بكتير، ومش حقيقي حقيقي. وكمان بتعملوا لهم سندوتشات جبن واسعارها غاليه جدا، بس للاسف بيرجعوا لكم بيها، فممكن نعمل لهم حاجات بسيطه عشان نضمن ان هم ياكلوها ويبقوا مبسوطين وما يرجعوش بيها. صح كده يا شيف؟ بالظبط كده يا استاذ. طيب احنا دلوقتي عملنا الشاورما. خلاص الشاورما، بس طبعا احنا ما عندناش جريل عشان نسويها، ممكن تستوي على الفحم طبعا، بس احنا بس احنا بنقول في البيت، لان مش طول الوقت هنولع فحم. بنوري للناس المعلومه. تمام، حلو جدا. يبقى احنا دلوقتي ايه الاصناف اللي خلصت بقى عشان الناس تشوفها؟ احنا عملنا السجق وعملنا الكفته. البرجر خلص معاك يا شيف؟ هات البرجر ده، البرجر استوى معانا اهو. حلو قوي. يلا، مين اللي هياكل؟ مين اللي هياكل معانا؟ مش عايزين نزعل حد فينا. طبعا ممكن بنديله كاتشب بعد كده، وشرايح بطاطس، وشرايح قصدي، وممكن طماطم وخيار طبعا. بعد كده وشرايح بطاطس وشرايح قصدي ممكن تاخد طماطم وخيار. قول لي رايك. الرجاله الشباب اللي عايزين يطلعوا الشيفات فين؟